الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة، فتعالوا بنا نتذاكر في عجالة في لحظات عسى الله أن يبارك فيها في هذه الليلة المباركة، ونحن لا نعلم عين ليلة القدر، لكننا نعلم ونوقن بفضل الله جل شأنه، فنسأله جل شأنه ألا يحرمنا فضلاً رتبه لأحد من أوليائه. أيها الإخوة، الله جل شأنه نوه بهذه الليلة، عسى الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها في طاعة الله وفي القرب منه وفي نيل رضوانه وكرمه، وذكرها في القرآن: ولك أن تتمعن وتتأمل ذكرها، أن تتأمل ذكرها في سورة الدخان أولاً، ثم بعد ذلك في سورة القدر. سورة الدخان وسورة القدر في العشر الأخير من الأجزاء الثلاثين، أجزاء القرآن 30 جزءاً، وليالي رمضان 30 على الأصل، وإن قلنا الأصل 29، لكن الشهر بهذا، والعشر الأواخر، وليلة القدر في العشر الأواخر، وذكرت ليلة القدر في القرآن في العشر الأواخر، في الثلث الأخير، يعني في العشر الأجزاء الأخيرة من القرآن في ترتيب المصحف الذي استقر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا معنى تتفطن له أيها المؤمن. وقد قال الله قبلها في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فتستفيد فيما تستفيد أن الله جل شأنه يكرمك بالقرآن ويهديك ويدلك إلى ما لا يمكن أن تصل إليه بمجرد عقلك وفكرك ولو كان رأيك صحيحا، وأن الله يوفقك ويقدر لك الخير من حيث تشعر أو لا تشعر، وأن الله يذكرك ويهيئ لك ما لم يكن في حسبانك، وأن الله جل شأنه جعل كرمه فياضاً لا يمكن أن يحد، فإياك أن تحد فضل الله وكرمه بساعات محدودة أو بليلة، لكن من كرم الله أنه حدد مضماراً ليظهر فضل الفضلاء وليظهر للناس آية عجيبة في الناس وإن كانوا مسلمين، أن منهم من يعرض عن هذا الخير ولو حدد له في ليال في ليلة. لابد أن يبقى من الناس من استحكمت عليه الغفلة، الذي استحكمت عليه الغفلة هذا الكافر، والذي أثرت عليه الغفلة بحسب ما فيه من غفلة هذا المفرط المبتعد عن القرآن. لكن كلما اقترب المؤمن من القرآن، كلما اقترب المسلم من القرآن، كلما تعرض لخيره وبركته وهداه وتثبيته وجبره وتسليته وما لا يوصف من كرم الله الفياض. مثلا في سورة الدخان أيها الإخوة، قال الله جل شأنه: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منزلين. لا إله إلا الله، لاحظ كل هذه الجمل مؤكدات على القرآن وعلى فضل الله في هذه الليلة، وأن هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم. فما عليك، أخرج عن قدرتك وحولك وتقديرك للأمور، فإن الله جل شأنه يهيئ لك ما لم يكن لك في حسبان إن آمنت وثبتت ورضيت ورجوت من الله وحسنت الظن.
فأبشر بخير. وتأمل مثلا في قول الله جل شأنه: تنزل الملائكة والروح فيها. نؤمن بالملائكة أنهم خلق شريف خلقهم الله، يحبون المؤمنين والمؤمنون يحبونهم والله يحبهم، وهم يتنزلون في كل وقت، لكن في ليالي رمضان لهم شأن آخر، وفي ليلة القدر شأن آخر، ينزلون بأعداد مضاعفة يسلمون على المؤمنين، كما جاء في بعض الأحاديث عند بعض أهل السنن حسنها جماعة من العلماء، يسلمون عليكم. نعم، الملائكة تسلم وتدعو وتستغفر للمؤمنين. وهذا عند تفسير قول الله جل شأنه: سلام هي حتى مطلع الفجر. من السلف من فسرها بسلام تسليم الملائكة على المؤمنين. والأمر أعم، هذا يدخل فيه، فهي سلام بالنسبة للمؤمن الراجي، سلام لا يأتيه من جرائها إلا سلام وأمن وخير، فليحسن ظنه وليلزم عتبة العبودية وليستبشر بها. فادعو، وما عليك وإياك أن تنحبس في هذه الآلام ونكد الدنيا وتظن أن الأمر انتهى وفرغ منه. لا والله، فرغ منه من قبل الله جل شأنه كتابة القدر، لكن الله جل شأنه جعل لنا باباً ندعوه فيه فيصد عنا شراً ويعطينا خيراً. وقد جعل الملائكة وأمرهم أن في هذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، كما قال العلماء كما قال المفسرون، يتنزل الأمر المفصل من اللوح المحفوظ، ينزلون بأمر الله، ينفذون أمر الله على التفصيل على السنة كلها. فتعرض لربك، تعرض، وهب أن قلت أنه كتب لي أو كذا أو أنا أصبت بكذا، فإن الله جل شأنه أيضا، فإن قول الله جل شأنه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يفتح لك أيضا فسحة عظيمة. الأمر بيد الله، فسل الله وارجو خيرا، فإن الله جل شأنه أيضا أخبرنا في الكتاب العزيز وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد عنا بلاء إذا دعوناه، وأنه جعل في الدعاء رادا للبلاء النازل ودافعا له ومعالجا له. اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم في ليلة القدر، فوهبتهم وأكرمتهم وأعطيتهم سؤلهم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من حارب الدين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ومن حاربنا، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اكفناهم بما شئت، اكفنا كل مفسد بما شئت، اهدنا واهد ضال المسلمين، اهدنا واهد ولاة أمرنا إلى كل خير وأعنا عليه، حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم احفظنا وأهلينا من كل بلاء وفتنة، احفظ بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، ثبتنا على ما تحب وترضى حتى نلقاك بيض الوجوه. اللهم صل على محمد. شكر الله لكم حسن إنصاتكم.